here is another story from uh, the book uh, done by an academic, um, an egyptian academic. Uh, uh, he's, uh, bless him, uh, may uh, rest in peace. Um, he has in included another sample of translation, and it's this one also again from english into arabic, and um, i need to um, assess it and highlight or point out some issues uh, if there are any. now, the first thing is it's an english source uh, into arabic, so it's a foreign story. it's not an arabic story. That's, um, uh, it's, a, it's originally the source is english. the isle of man, an independent but very british island of uh, some 65 souls in the irish sea, is best known for its generous uh, attitude towards uh, tax companies and uh, individuals pay at most twenty percent. There is no capital transfer tax or estate duty, and property stay uh, rates are about a quarter of those in Britain. There is plenty of space, and the island is lucky enough to have a welfare state that's as comprehensive as Britain's. <coughs> now, the first thing that you will notice in the Arabic. Uh, There is an issue about the word isle and not island. It's an isle. The isle of man is جزيرة صغيرة. هي جزيرة صغيرة وليست island. Big island. Uh, isle of Man is well known uh, فهي معروفة جدا. فعلى كل الأحوال فإن تشتهر الجزيرة uh, الصغيرة أو جزيرة man الصغيرة وهي جزيرة مستقلة بريطانية الطابع إلى حد كبير بدل بريطانية جدا بريطانية الطابع إلى حد كبير أفضل يسكنها حوالي هنا المشكلة في الرقم ليش هذه النقطة يعني هاي الفارزة هنا نضع الفارزة بهذا الشكل في العربي لا نضعها أبدا في العربي يعني هو متأثر بالإنجليزي يعني نكتب ألف مباشرة. إذا أردنا أن نكتب فاصلة فنكتب فاصلة يعني لا ي... لا نحتاج إليها. في البحر الأيرلندي، الأيرلندي الهمزة من تحت ونقطتين موقفها إزاء الضرائب ماشية. فيدفع كل من الشركات والأفراد 20% على أقصى ضريبة يدفعوها يدفع... يدفعها. على الأكثر ماشي كمان بيصير على الأكثر وليس هناك ضريبة على انتقال الرؤوس. كم يكتب رؤوس هيك بيكتب كل الأموال هيك بيكتب رؤوس شوف يعني القواعد قواعد الهمزة كيف الـ 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 الإملاء رؤوس على واو لا تكتب على السطر رؤوس الأموال أو ضريبة التركات والضرائب العقارية طبعا هنا العشرين بالمئة مش الفي اي تي يعني مو ضريبة الإضافة المضافة والضرائب العقاريه تصل تصل الى ربع مثيلاتها في بريطانيا ار about a quarter تصل الى لا نحوي لازم نحوي لاني about اباوت ليش ما نحط اباوت من ترجمه يعني لازم الدقه مهمه أم. وهناك There is plenty of space بلنتي اوف سبيس وهناك متسع من الارض للاستثمار حلوه هذه اضافه كلمه الاستثمار جميله جدا الاضافه هنا ممتازه والجزيرة هذه الجزيرة الصغيرة الحقيقة وين يقول عنها آيلاند طبعا اسمها آيل اوف مان هي هذا اسمها فإذا تشتهر جزيرة آيل اوف مان آيل اوف مان هيك لازم نكتبها الصغيرة بكذا كذا والجزيرة محظوظة لأن حكومتها حكومة صلاح عام شامل مثل الحكومة البريطانية لا ممنوع لأن حكومتها مثل الحكومة البريطانية فهي حكومة صلاح عام شامل هكذا تقال يعني هو لأن ما قال بريتنز يعني بريتنز جوفرمنت يعني هنا مقصود بها أو بريتن ستيت الحقيقة يعني ذا ستيت ستيت ما هو طبعا يعني الحكومة طبيعة الحال أو الدولة باعتبار بريطانيا محكومة من قبل الـ يعني البرايم مينسترز اند حكومه الاصلاح بتصير اذا يجب ان ننقل مثل الحكومه البريطانيه الى هنا ويجب ان نصحح كلمه رؤوس ويجب ان نزيل هذه النقطه ويجب ان نضع نقاط ويجب ان نغير الهمزه ويجب ان نقول جزيره ايلوف مان يعني كل هذه الكلمات المهمة جدا هي يجب أن يتم الانتباه إليها حتى لا نتأثر كثيرا مثل ما أنا متأثر بالإنجليزي لأن في في فارزة نضع نقطة هنا لا لا داعي لها لأن الفارزة النقطة هنا معناتها هذه ما بعد الكسور يعني هذه كسور هي 75 65 ألف شخص أو نسمة أوكي Have a nice day. And th this is, of course, I want to say that this is from the book which one of my followers have actually um, forwarded to me so that I can look at some of these uh, texts from English into Arabic and see how we can assess them. So I would like to thank uh, him very much for this uh, favor that he's done to all the viewers, of course, they will benefit from.